مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنت واجدو في شارع الخليفة بن اسماعيل بمقاطعة مولاي رشيد. الدور اللي خاصهم يقوموا به الأعضاء ديال مجلس مقاطعة مولاي رشيد فكنقوموا به حنا باش كنحاولوا نوصلوا اليوم شنو خاصو يدار في المقاطعة عندهم. هذه مقاطعة فيها ناس انتخبوهم المواطنين ولكن راه ما جايبين الدنيا خبر، راه ما عارفين مساكن اشنو واقع في هذه المقاطعة ولا شنو خاصة، لأن مقاطعة ديال صفر إنجاز، صفر إنجاز في أكفس مقاطعة ربما في المغرب، أكفس مستشارين في المغرب وأكفس رئيس المقاطعة في المغرب. صفر إنجاز هذا الشارع هذا على الأقل لو كان غير هيئوه وصلحوه فبعد تحسب لهم واحد الحسنة بأنهم شغلوا وداروا شي حاجة. فهذا عمود كهربائي يهدد سلامة المواطنين، ناس ماشي سا تميل شوي، ناس كامل هذا في أي لحظة غادي يقدر يطيح على الناس ويقدر للأسف ولا قدر الله أنه يقدر يتسبب في كارثة في حالة وفاة ديال شي شخص. اللهم إني قد بلغت أن الدور ديالي درتو التقليد اللي شفتو حيدتو، كتبقى الدور على المسؤولين ديال مجلس مقاطعة مولاي رشيد. إلا قدروا وإلا الله يرحم لكم الوالدين لما أجي وصوبوا هذا، يا إما تحيدوه يا إما أصلا ما عندكم ما غادي ديروا ما غير غادي تحيدوه، لأن هادو أغلبيتهم كلهم ما خدامينش. فكنتمنى من أي شخص يعني في مجلس مقاطعة مولاي رشيد، خويا أنا كنتواجد في شارع الخليفة بن إسماعيل من في الجهة اللي كتطل على الغابة الخضراء، هادو النعت اللي كاين، بغيتو تحيدوه حيدوه، ما بغيتوش تحيدوه خليو تيطيح على شي واحد يقتلو، ومنكم لمولاكم والله يخلص كل واحد على الأعمال ديالو، لأن كل واحد خاصو يتجازى على الأعمال ديالو. نتوما تنتخبتو باش تخدمو ولكن جيتو ما خدمتو ما توزا. صفر إنجاز شنو كديرو في المجلس الله أعلم، الامتيازات صحتكم وراحتكم، ولكن على الأقل خدموا غير المنطقة واحد غير واحد 5% من هاد الولاية اللي بقات لكم غير 5%. فالمهم أنا اللي كيف قلت التقليد ديالي حيث هذا عمود كهربائي يهدد سلامة المواطنين في شارع الخليفة بن إسماعيل ما بين حي الرحمة وما بين الغابة الخضراء، هذا هو مكان التواجد ديالي. باش انا ما عرفوش الخليفة بن إسماعيل فين جا نقدروا نساعدو. هذا عمود كهربائي ناس ماشي تميل، هذا يقدر يعني في اي لحظة يطيح على الناس وما كنتمنى واش توقع. الجماعة القروية مولاي رشيد